مجازر داعش لم تتوقف عند إبادة البشر، بل اتسعت لتشمل حتى الحجر. أينما حل داعش يدمر الأثر والرموز التاريخية. لماذا؟ هل يخاف منها؟ أم أنه يريد إلغاء الآخر والتاريخ بحجة إعادة البناء؟ ولمصلحة من كل هذا؟ ما الفرق بين أفعال داعش هذه وبين ما يجري من محاولات لتزوير التاريخ وإعادة كتابته من جديد؟ اغتيال التاريخ في بانوراما.